مش هنسى ان انا اوجه كل التحيه والتقدير والاحترام باسمي وباسم كل المصريين لاسر الشهداء والمصابين كل الاسر وكل الشهداء وكل المصابين من كافه من الشرطه ومن الجيش ومن القضاء ومن طوائف المجتمع المختلفه. والنهارده يمكن مهم قوي ان احنا نتذكر قد ايه الايام الصعبه اللي مرت على مصر خلال السنين السبعه اللي فاتت، وقد ايه التضحيات اللي قدمها مش الشرطه والجيش، لا الشعب المصري كله. وانا دايما باكد الكلام دوت، قدموا تضحيات عشان البلد دي تفضل واقفه وعايشه وتتقدم. ففي أسر قدمت وإحنا لن ننسى أبدا. والمفروض إن إحنا مش بقول أنا أو الوزارة أو الحكومة بس، أنا بكلم الشعب المصري كله، مش هننسى أبدا أبنائنا وبناتنا الذين يعني قدموا أرواحهم وحياتهم وإصاباتهم عشان مصر تبقى بالوضع اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. وعايز اقول ان ده مازال حتى الان، والله مازال حتى الان يقدم من الجيش ومن الشرطه شهداء ومصابين. وبالتالي دي او ده امر مفروض ان احنا نتذكره حتى لا يتكرر في حياتنا تاني دلوقتي ومستقبلا يعني.